فيمكن هذا الشيء اللي بيميز المسيحية عن سائر الأديان، الطريقة اللي بنقدم فيها الثالوث أو الطريقة اللي بنتكلم فيها عن يسوع المسيح. بالضبط. أمين. والحديث كتير، وإحنا عم نحكي بجمال هون، بجمال عم نحكي هون. والشخص الروحي اللي بيفتح قلبه لكلام الله بالروح القدس يكتشف أكثر وأكثر وأكثر من جمال، ويختبر بيختبر هذه صفات الله. يعني بالآخر حقيقة الثالوث، الإيمان بالثالوث أو الإعلان عن الثالوث أو عقيدة الثالوث أو الوحدانية الأبوية أو الجامعة المانعة اللي بنسميها، هو اختبار صفات الله على حقيقتها. هذه من دون ما، لو الله ما كشف لنا عنها، لو هو ما مش هيك مش ممكن نختبر. ما كان في وجود، ما في معرفة لله، ما في تأكيد، ما في فرح. يا هاي يا هاي.